أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. جائزة التميز أو جائزة الأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم هو اللقب الجديد الذي ترشحت للمنافسة عليه المستشارة التدريبي أو المستشار التدريبي والمحكم التجاري الأستاذة السعودية رباب المعبي، وذلك لجهودها الحثيثة في مجال التدريب والتنمية البشرية في مختلف دول العالم. اليوم حنتكلم بفخر مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة رباب المعبي، وحنسألها عن تفاصيل أكثر حول هذا اللقب أو الترشيح. يسعد لي مساكي. يسعد مساكم وحييك أنت وجميع المشاهدين. أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيدة بوجودك، وأكاد أكون أقدر أقول لك أني أنا فخورة أيضا بوجودك وسعيدة بهذا الترشيح لهذا الجائزة الكبيرة، وسام أو الشخصيات، جائزة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم. هذا من يعني من شيء يعني مدعاة للفخر. أول شيء ياريت تكلمينا عنها بتفصيل أكثر، وحابين نعرف مين الجهات الراعية ليها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الجائزة تابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية، منظمة دولية باعتماد هيئة الأمم المتحدة. من أدوارها ترصد الإنجازات وترصد الطاقات المنتجة وتقوم بتكريمها من خلال الجائزة. الجائزة معنوية لكن لها ثقل اجتماعي كبير جدا. الجائزة عبارة عن عدة أقسام، في قسم القادة والسياسيين والملوك، في قسم الإعلام، في قسم الفن، في قسم حقوق الإنسان، في قسم التدريب. تمام. فكان لنا الترشيح احنا في قسم التدريب من خلال خدماتنا اللي هي من خلال أكاديمية التدريب الشامل. تمام، عظيم جدا. طب كيف بيتم اختيار المرشحين لهذا اللقب؟ جميل جدا، سؤال مهم وسعيدة فيه. يتم الترشيح طبعا، وانا احب اوضح كمان للمشاهدين ليش رباب المعبي 4 مرات، فهذا سؤال يعني انتي 4 مرات ترشحتي و3 مرات فزتي. 3 مرات فزت وهذه الرابعة. كيف انا حافظة الدرس؟ الجائزة طبعا انا لاني في قسم التدريب واقدم خدماتي من خلال اكاديمية التدريب الشامل والمتخصصة بتقنية التدريب عن بعد. تبنيت التدريب المجاني فأطلقت عديد من البرامج التدريبية بالتعاون مع مدربات ومدربين سعوديين. عظيم. ومن العرب. قدمنا خدمات مجانية للتدريب، هدفنا أن التدريب من حق الجميع، أنا من حقي أني أتدرب مجانا، فكنا نطلق هذه الخدمات من خلال التدريب. فيتم رصدها من خلال طبعا لأنه الخدمات من خلال التدريب عن بعد أتخطط الحدود حواجز الزمان والمكان، حدد الحدود الجغرافية فوصلت إلى أنحاء العالم. فلنا مستفيدين من جميع الدول العربية. تمام. فهنا وصل الإنجاز، وصل الأثر، فتم الترشيح. يتم عد رصد الإنجازات لكل سنة، إرسال تقارير سنوية عن الإنجازات اللي تم هذا بعد الترشيح. قبل الترشيح طبعا هم يطلقوا إعلان تم البدء بالترشيحات لجائزة كذا وكذا. أوكي. من له قدرة ولديه الإنجاز والإتقان يتقدم بطلب أنه أنا هشترك في الجائزة. جميل. تيجي نقطة الترشيحات والتزكية. هم بيرشحوا ناس وناس تانية بتقدم نفسها. لا، هم فقط أنت تديهم خبر أني أنا حرغب أني أشترك. أوكي. هم يعلنوا أنه الآن وقت استقبال الترشيحات والتزكيات. بدورنا إحنا نبدأ نتوجه للجهات اللي أتعاوننا معها مع الشخصيات المعروفة لها ثقل اجتماعي بتقديم الدعوة. هل ترغبوا بترشيح رباب المعبي لجائزة وسامة اللي هي الأكثر شخصيات تأثيرا؟ هل رباب وضعت بصمة؟ هل رباب لها إنجاز يذكر حتى أنه يشارك؟ عملت الدعوة للجميع. فكان من أول المبادرين بالترشيح كان عندي الدكتور ماجد قاروب مستشار قانوني. طبعا. وأيضا المستشار القانوني ياسين خياط. وعديد من الشخصيات المحلية والعالمية بترشيحنا إلى الجائزة. تمام تمام. فبعد ذلك حتيجي مرحلة أخرى بعد الترشيحات. حترصد الأسماء ويتم فرزها. إلى الآن كما وصلني عدد المرشحين 1000 شخص من دول العالم. بعد ذلك يتم تقسيمها حسب الأقسام والتخصصات. يفتح باب التصويت لجميع الأفراد. والله لسه كنت بسألك، هي تصويت أم باختيار لجنة أو إيه بالضبط؟ هي 3 مراحل. المرحلة الأولى الآن انتهت اللي هي مرحلة الترشيحات والتزكية. تمام. بعد كده تفتح مرحلة التصويت لجميع أفراد المجتمعات. يعني بيتم تحديد النتيجة بناء على التصويت. لا، لسه في خطوة ثالثة. يلا. بعد التصويت طبعا من حق الأفراد المجتمع يصوت للشخصية اللي يرغب بفوزها.
تأتي مرحلة الثالثة واللي هي الفرز. يبدأ يفرزوا عدد التصويت كم أخذ نسبة أعلى، وبعد كده يفرزوا الإنتاجك، إنتاجك يبدأ يقيموه يرصد كإنجاز. دقيقة الجائزة. نعم. بعد ذلك يتم طبعا إعلان الفائزين، ويتم طبعا الإعلان والتكريم من خلال شهادات، وإن كانت شهادة ورقية ولكن ثمنها أو تقديرها مثل ما قلتي الثقافي كبير جدا. عظيم جدا. طيب مثل انت قلتي لها ثقل ثقافي، وهذه الجائزة يعني لها إضافة كبيرة للمترشحين، حتى لو ما تم يعني الفوز بيكون لها إضافة كبيرة. ايش الإضافة حقتها او ايش بتضيف للمرشح؟ اول شيء انا اقول حتى لو ما فزت، اشتراكي في الجائزة انا اعتبره هذا فوز. عظيم. اولا يسلط الضوء على الجهود، انت ايش عملتي. ثاني شيء تعزيز للجهود، للمهارات اللي قدمت طبعا زي احنا كفريق من التدريب، هذا الشيء يعزز من عطائنا، الى جانب انه يحفز الاخرين انه يبرزوا ما لديهم من طاقات ومهارات لخدمة وطنهم وثم لخدمة البشرية. فهذه الجوائز المعنوية، وإن كانت معنوية لكن هي لها زي ما ذكرت سابقا لها ثقل اجتماعي وتحفيزي. تمام. طيب أنت حنعيد برضو الشيء اللي ذكرناه، أنك أنت فزتي 3 مرات وترشحتي 4 مرات. نعم. تتوقعي وهذه المرة الخامسة تترشحي؟ لا، هذه الرابعة. الرابعة تتوقعي تفوزي المرة الرابعة؟ أتطلع لذلك. أتطلع؟ إيش المانع؟ طالما الطموح ماله ثابت. الإنجاز مستمر. نعم. ما المانع؟ لا هو ما في مانع، بس انه يعني اللي بيساعدك ده الموضوع الطموح، مهم الطموح في 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 عمليه انه التطلع لفوز ويعني مستقبل اقوى. طيب انا اقول لك بصراحه، انا سيده سعوديه طموحي يعانق السماء. لا اؤمن بالمستحيل. كل شيء جائز طالما اوجدت خطه محكمه، بذلت الجهد، حتحققي النجاح باذن الله. طيب انا الان معايا مداخلة هاتفية وحنشوفها سوا ونتواصل مع المستشار القانوني الأستاذ ياسين خياط. أهلا وسهلا فيك أستاذ ياسين. أهلا وسهلا فيكم. أهلا بك. أهلا بك. أول شيء أستاذ ياسين، يعني أنا حدخل معك بصلب الموضوع، أسألك إيش يعني شايف قيمة هذا أو هذه الجائزة يعني من ناحية الدولية وإلى آخره، كيف شايف قيمتها، كيف تقرأ قيمتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقي أرحب بكم وأرحب بالأستاذة رباب، هي دائما السيدة المجتهدة اللي نحن عرفناها، دائما ما شاء الله صاحبة الطموح. الجائزة لها طبعا القيمة المعنوية والقيمة الاجتماعية الكبيرة، وخاصة نحن نتكلم عن مجتمع سعودي ندعم من خلاله المرأة السعودية العاملة واللي لديها طموح، لديها آمال. والأستاذ رباب طموحها كبير ونشاطها ما شاء الله. نفس الكلمة اللي قلت لها هي من شوية. أيوة. نعم نعم. تفضل. فدائما أتمنى أنه يعني القيمة تتحقق لها من خلال هذا الجهد اللي هي تبذله، تخدم بلدها حقيقي، تعطي دفعة لمثيلاتها ومن السعوديات الطامحين إلى الوصول إلى العالمية إن شاء الله بإذن الله. طيب إيش تقييم حضرتك لمثل هذه الجوائز؟ التقييم حقيقي كبير، لأنه اليوم الخدمات الاجتماعية مهمة جدا. التقييم أثره الشخصي على الشخص اللي تتعاملي معاه، لو تتعرفي على قيمه ومبادئه واجتهاداته وأعماله وطموحه، هذا يعطيك انطباع على الشخصية اللي تتعاملي معها أو صاحبة هذه الجائزة. أكيد لها أثر كبير على العلاقات العامة والشخصية يعني مع المجتمع. طيب يعني كيف تم اختيار الأستاذة رباب المعبي لهذا الترشيح؟ أنا شخصيا حقيقي لما عرفت ترشيحها، هي إن هي مرشحة نفسها، يعني كان من الواجب علينا جميعا إنه نحن نزكي هذا الترشيح وندعمه ونقدم لها التصويت بكل فخر حقيقي، لأن هي أنا عرفتها هي مدربة وما شاء الله مجتهدة والآن بتكمل في دراسات الحقوق،
فلها يعني احترام وتقدير، إيماني بأنه هي إن شاء الله تحقق النجاح وتفوز بهذه الجائزة. هذا الدافع. أنا حسألك أستاذي، أنا حسألك نفس السؤال اللي سألته، هو توقعاتك بفوزها للمرة الرابعة، نيل هالجائزة المرة الرابعة؟ السؤال ده ممكن ما نبقى نقول إنه ما تفوز أو تفوز، لا، نحن نقول إن شاء الله لكل مجتهد نصيب بإذن الله. يجب إنه هي تجتهد، ويجب إنه نحن ندعمها والكل يدعمها بإذن الله، وإن شاء الله يكون الفوز حليفة وهي تستحق الدعم. شكرا لك. إن شاء الله طبعا أكيد. شكرا لك. طيب قبل ما أختم الفقرة، إيش تعليقك؟ أول شيء أشكر المستشار ياسين خياط، وأشكر المستشار ماجد قاروب وجميع من دعمني، وأشكر استضافتكم. ولي كلمة أخيرة، وهي أني أتطلع من خلال هذه الجوائز المتكررة أن يتم ترشيحنا لجائزة خادم الحرمين الشريفين. أيضا أتطلع إلى اعتماد التدريب عن بعد من خلال الجهات المعنية، خاصة أنه الآن تم التعليم عن بعد في خلال الحد الجنوبي، فالآن العالم في اهتمام كبير في وسائل التقنية. وأتمنى أكون عند حسن الظن ونفوز في الجائزة السنة الرابعة والعاشرة إن شاء الله تستاهليها. احنا هنكون اول المهنيين. شكرا لك. تسلم يا حبيبي. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك، يعطيك العافيه. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقره ما زالت فقراتنا بسيدتي مستمره، لكن بعد هذا فاصل قصير وخليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل. في اليوم العالمي للبصر، دكتورة عهود عويضة، عيناك مرآة تعكس حالتك الصحية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقع لكم ومعكم كل لحظة.